ثانيا كانوا يتكلموا على بأن أنا كانت عندي يعني جنسية أمريكية، حتى يعني مثلا فيه جواز سفر يعني بصورتي. هو مش كل شيء حقيقة، مفبرك. مفبرك يعني كله. حتى الآن ما عندي أي جنسية، لأن لما رجعت على أمريكا في 2013 كنت أظن راجع يعني بسرعة، ولكن لما صارت يعني المشكل ما نعم قدرت أرجع، ولهذا طلبت يعني يعني أمكث في الولايات المتحدة، والآن صار عندي لا ريزيدانس يعني، ولكن ما عنديش الجنسية. ما كنت أنا أنوي تكون عندي لا ريزيدانس ولا جنسية، هذه من أول شيء. ولهذا فبركوا يعني هذه الجنسية، وفبركوا هذا الجواز، وفبركوا أشياء أخرى يعني، وحاولوا يمحيوا كل الأشياء يعني اللي أنجزناها يعني في ظرف يعني 11 سنة مع كل الإطارات يعني اللي كانت متهمة يعني في سوناتراك. دائما لما يتكلموا على هذه المدة ما يتكلموا على الإنجازات، كانت في الميدان المحروقات، كان في الميدان الكهرباء، في الميدان الغاز، أو في الميدان تحلية المياه كلها يعني، حتى في الميدان النووي مثلا عملنا كثير اشياء يعني من القوانين في المناجم وفي الكهرباء وفي المحروقات، ولو ما كانش يعني قوانين كلها يعني من احسن قوانين، ولكن كان جهد كبير عمل، وكان فيه اطارات يعني جزائريه، حتى يعني طورنا مشاريع في الخارج يعني جميل.